خمسة الخالدية 7/10/2012. طبعا نحن هلا امام هاي الحي الخالدية امامنا، مثل ما انا شايفين هاي الدخنة اللي طالعة، هاي اثر البراميل اخي اللي سقطت اليوم على حي الخالدية. عندك هاي جبهة شارع القاهرة البياضة اللي مستحلة الجيش، هاي الخالدية اخي، هاي الخالدية جورج الشياح، عندك هذا برج الغاردنيا وجامع سيدنا خالد. طبعا نتمنى سمعانين هلا الاشتباكات على شارع القاهرة، محاولة اقتحام الجيش لأحياء الخالدية والأحياء المحاصرة.